والآن كلمة ضيف شرفنا اليوم دولة السيد رومان جولوفشينكو رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروس، فليتفضل دولته. معالي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، الزملاء الأعزاء المشاركون في المنتدى، أود أن أقول أن كل الزملاء الآن بفارغ الصبر ينتظرون بداية مفاوضات الأعمال بين دوائر الأعمال في الدولتين. سأحاول أن أكون مختصرا في كلمتي. أود أن أقول أنه إنه لشرف لي أن أكون في مصر، وأود أن أشكر الجانب المصري على هذا التنظيم الرائع لهذه الفعالية. إن جمهورية مصر العربية إنها شريك قديم وتاريخيا سياسيا وتجاريا واقتصاديا مع دولتنا، وتلعب دورا محوريا ضمن الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وأيضا في التبادل التجاري مع دولتنا. إن مجلس الأعمال المصري البيلاروسي ينعقد بشكل منتظم في الدولتين، وتنظم منتديات وبعثات لرجال الأعمال في الدولتين وإلى الدولتين. في الوقت الحالي هذا المنتدى يرتبط بزيارة رئيس وزراء بيلاروسيا إلى مصر. خلال لقاءاتنا ومفاوضاتنا مع زميلي العزيز رئيس مجلس الوزراء المصري، كان هناك آفاق واعدة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين. لن أعيد ما قلته وما قاله زميلي العزيز في كلمته، ولكن سوف ألقي الضوء على الوضع الحالي للتعاون بين مصر وبيلاروسيا. بالفعل هناك إحياء كبير لديناميكيات ووتيرة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا في الشهور الأولى في هذا العام، ويبذل الطرفان جهودا غير عادية لزيادة هذا التبادل التجاري. إن العمل المشترك الذي تقوم به الجهات الحكومية ودوائر رجال الأعمال، يتم توريد إلى مصر السيارات والمعادن، الصناعات المعدنية والزراعية والآلات الزراعية والكيماويات والورق والسيلولوز والعديد من المنتجات. وأنا على ثقة أن كل المستوردين المصريين يعلمون كل إمكانات السوق والمصنعين البيلاروسيين، وهو أيضا ما ينعكس أيضا على المستوردين البيلاروسيين الذين لم يتعرفوا بشكل كبير على الصناعة المصرية. وهذا هو الهدف الرئيسي لمنتدى الأعمال. نحن نستورد من مصر الأدوية، الصناعات والمستحضرات التجميلية والنسيج والفاكهة والخضروات والموالح وغيرها. وأنا أرى أنه يجب أن يكون هناك توازن كبير في ميزان التصدير والاستيراد بين الدولتين، لكي يكون يجلب المنفعة للدولتين. ونعمل الآن كي نذلل كل العقبات الخاصة بالتعامل والتحويلات والحسابات وتبادل الحسابات بين مصر وبيلاروسيا. وقد أولينا هذا الأمر عناية كاملة في جلسة المفاوضات التي عقدناها مع صديقي العزيز. أنا على ثقة أن الاهتمام الكبير ليس له حدود في التعاون بين مصر وبيلاروسيا، وأنا على ثقة على أن تلك الآفاق والإمكانات أكثر عمقا وأكثر اتساعا، ويجب أن نستغل تلك الفرص كما قال زميلي العزيز، من أن مصر تولي اهتماما كبير لاستحداث تشريعات تسهل الاستثمارات وتحمي الاستثمارات المصرية وتقوم بإصلاحات كبيرة في السوق، وهو ما نقوم بفعله أيضا في بيلاروسيا للتصدير إلى إفريقيا. لقد اتفقنا على هذا المنح سويا وعلى هذا الاتجاه في تدعيم التعاون بين مصر وبيلاروسيا. وأكرر مرة أخرى، يجب أن نحدد المشروعات الرئيسية التي المشروعات الكبيرة التي سنبدأ بها قاطرة زيادة التعاون بين الدولتين.
الدعم التصنيعي وزيادة التكنولوجيا، ثم الصناعات المتوسطة والصفقات التجارة البينية كتصدير واستيراد بين دوائر الأعمال. أنا شاكر للسيد رئيس وزراء مصر على هذا، على وقته وعلى المفاوضات البناءة التي قمنا بإجرائها اليوم، وعلى بلورة وحلول لأكثر الموضوعات التي طرحناها معهم، والتي سوف تصب في تطوير العلاقات وتنميتها بين دولتينا. وأنا أثق في أن ما اتفقنا عليه اليوم سوف نقوم بمتابعته شخصيا، لأنه هام جدا لهذا التعاون. في نهاية كلمتي أود أن أتمنى لكم جميعا مفاوضات بناءة ومثمرة واتفاقات جديدة وعقود جديدة سوف تجلب لكم النفع، لكم ولشعوب دولتينا الصديقتين التي ستدعم روسيا وبيلاروسيا ومصر. شكرا لكم جزيلا.